هنروح لملف آخر بيحظى باهتمام رئاسي كبير على مدار السنوات الماضية، وهو ملف مكافحة الفساد. على مدار الفترة اللي فاتت قدرت الدولة من خلال أجهزتها الرقابية في كشف العديد من قضايا الفساد، ولم تفرق الدولة في مواجهتها للفساد بين المسؤولين، سواء كان مسؤول كبير أو صغير. الكل كان أمام القانون سواء، من يخطئ يحاسب. شفنا مسؤولين كبار وقعوا في قبضة الرقابة الإدارية، وغيرهم سقطوا في قبضة مباحث الأموال العامة، طبعا غير القضايا اللي بتحقق فيها هيئة النيابة الإدارية، وهي هيئة قضائية مستقلة بتختص بمواجهة الفساد الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة. عن المكاسب الاقتصادية لمواجهة الدولة للفساد، احنا معانا على تليفون الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. قولي مبدئيا، شايف ازاي تصدي الدولة للفساد خلال السنوات الأخيرة، وايه دلائل ومؤشرات ده؟ هي أولا قضية مكافحة الفساد دي قضية رئيسية بالنسبة لجميع دول العالم، سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية. مصر تصدت للفساد بشكل موسع، وكان لدينا إرادة حقيقية لمواجهة الفساد اعتبار من عام 2014. يمكن الدستور المصري كان يعتبر حجر الأساس في قدرة أو في إمكانية الدولة وإرادتها للتصدي للفساد. كان المواد الخاصة بالمواد الرقابية في الدستور المصري اللي هي اعتبار من المادة 215 لغاية المادة 221 أعطت للأجهزة الرقابية يعني اعتبرتها هيئات مستقلة، وحطت القواعد اللي يتم من خلالها المراقبة والتحقق من اي قضيه فساد. في عام 2014 تم الاعلان عن استراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد، وبعد كده كان هناك استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه 2020-2030 اللي كان من ضمن اهدافها هو انجاح منظومه الاصلاح الاقتصادي والاداري، وده لا يتحقق الا عن طريق مكافحه الفساد. فالدوله المصريه عملت جهد كبير جدا، يمكن القطاعات والهيئات الرقابيه على راسها هيئه الرقابه الاداريه قامت بجهد كبير جدا خلال السنوات الماضيه من خلال اكتشاف كثير من القضايا الفساد. يمكن كنا اول مره نسمع عن وزراء داخل الوزاره في الخدمه يتم القبض عليهم، يتم توجيه التهم اليهم، ايضا موظفي من كبار رجال الدوله المصريه. وده معناه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الاول، الكل امام القانون سواء، وهناك اراده حقيقيه لمكافحه الفساد. ومؤشر الفساد او مؤشر مكافحه الفساد مصر انطلقت فيه وتغيرت ترتيبها ومركزها من المركز 118 الى المركز 94 ثم الى المركز 94 في غضون 3 سنوات فقط، وده بيأكد قدرة الدولة المصرية على مكافحة الفساد. طب إيه المكاسب الاقتصادية اللي بتعود على مصر من خلال مواجهة الفساد بهذا الشكل المكثف خلال الفترة اللي فاتت يا دكتور؟ خلينا نقول في الأول إنه الفساد ومكافحة الفساد والاستثمار وجهان لعملة واحدة. كلما زادت قدرة الدولة على مكافحة الفساد كلما زادت إمكانية جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة داخل الدولة، سواء كانت من مستثمرين أجانب وده معناها زيادة حجم العملات الأجنبية، أو حتى من خلال مستثمر محلي، لأن جدية الدولة في مكافحة ومحاربة الفساد وتأكيد الشفافية وتطبيق القانون ده معناه بيعطي ثقة للمستثمر سواء كان أجنبي أو محلي، وبيوفر المال والجهد والوقت للمستثمر وبيجذب مزيد من الاستثمارات. وعشان يبقى كلامنا واضح يعني او يعني الارقام كما يقال لها لغه لا تكذب، ان زادت عدد الشركات التي قامت في مصر وتم تاسيسها خلال الفتره من 2014 لغايه 2017، وكان عددها متجاوز 37,000 شركه، تحديدا 37,691 شركه، في حين ان نفس الفتره اللي هي من 2010 لغايه 2013 كان عدد الشركات اللي تم تاسيسها في مصر 8,945 شركه. ده معناه ايه؟ معناه زياده حجم الاستثمارات، لان المستثمر استطاعت الدوله المصريه تضع مصر على خريطه الاستثمار العالمي، وكان باين قوي قدره الدوله على تقليل الاجراءات الروتينيه ومواجهه الفساد والانفتاح وما يطلق عليه الشفافيه، حتى في توزيع الاراضي، حتى أكيد. في وضع القواعد الخاصه بالتراخيص، كانت هناك تسهيل وتيسير للاجراءات
أدى إلى زيادة حجم الاستثمار. ممتاز. سواء كانت الأجنبي أو المحلي. شكرا لحضرتك دكتور عبد المنعم السيد، شكرا ليك.